نهضة صناعية وزراعية كبيرة تشهدها مصر لترسم بها مستقبلا مشرقا للأجيال القادمة وللمساهمة في تحقيق الاكتفاء من الغذاء وتعظيم الموارد والقيمة المضافة للخامات ومصادر الطاقة. حلم مصري يتحقق على أرض الواقع نتابعه من خلال الفيلم التسجيلي بعنوان قلاع إنتاجية. حلمنا الأخضر كل يوم بيفيد ويكبر برؤية استراتيجية هدفها الحفاظ على سلامة وجودة منتجاتنا الزراعية. ملايين الفدادين نتجت عن ثورتنا الخضراء من الفرفرة لشرق العوينات ومن محور الضبعة لتشكى الخير للبيوت الزراعية. مشروعات قومية بتواكب روح العصر. قلاع إنتاجية. احنا كنا بنبيع الفوسفات خامات. المجمع اللي احنا عملناه ده بان احنا نحول ما لدينا من قدرات الى قيمة مضافة نستفيد منها في السوق المصري وكمان نقدر نصدر منها للخارج الفائض اللي ممكن يبقى زيادة عن حاجتنا. شركة النصر للكيماويات الوسيطة اللي حققت النقلة النوعية بإنتاج أجود الأسمدة الزراعية. بنينا في 8 سنين كتير من القلاع الصناعية المنتجة للتقاوي والمخصبات والأسمدة بأنواعها داخل صروحها المتعددة، ومن بينها مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، وضم 9 مصانع هدفها تعظيم القيمة المضافة من خام الفوسفات المصري بتصنيعه في صورة أسمدة فوسفاتية بأفضل جودة عالمية. وهنا بيبان المعدن الأصيل لأكبر وأقدم القلاع الصناعية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ودارت في العين السخنة ملحمة تانية من الإنجاز، ودخل رجال الشركة في سباق مع الزمن على مدى 3 سنين وحققوا حلم كل المصريين بالانتهاء من إنشاء أكبر مجمع من نوعه على مساحة 285 فدان. اتشكل الحلم الكبير اللي بيضم 6 قلاع صناعية للأسمدة الأزوتية اللي بتساهم في تحسين التربة وضمان جودة المنتجات الزراعية. بتبدأ رحلتنا بمصنع الأمونيا اللي بتبلغ طاقته اليومية 1200 طن، اللي بيستخدم الغاز الطبيعي المصري كخامة أساسية وفق عمليات كيميائية معقدة هدفها النهائي تفاعل غازات الهيدروجين والنيتروجين تحت ظروف خاصة بتوفر البيئة المناسبة لإنتاج الأمونيا، واللي تعتبر الخامة الأساسية لباقي مصانع المجمع، ومعها كمان بينتج البخار اللازم لتشغيل جميع التوربينات بالمجمع. بنواصل جولتنا داخل المجمع وبنتعرف على المصنع الثاني لإنتاج اليوريا السائلة، والمصنع الثالث لإنتاج اليوريا المحببة بإجمالي طاقة يومية 900 طن للمصنعين. اليوريا بتعزز الأجزاء الخضراء وتساهم في عمليات البناء الضوئي، وبتوفر كمان عنصر النيتروجين بنسب مرتفعة، ده غير إنها عنصر أساسي في تصنيع السماد الأزوتي. بنكمل رحلتنا وبنتعرف على طبيعة العمل داخل المصنع الرابع والخاص بإنتاج حامض النيتريك المستخدم في إنتاج سماد نترات الأمونيوم الجيرية، وبتبلغ طاقة المصنع اليومية 500 طن حامض نيتريك. وبنوصل للمصنعين الخامس والسادس لإنتاج نترات الأمونيوم الجيرية، أول مصانع من نوعها تقام في مصر والشرق الأوسط بتكنولوجيا ألمانية، وبتنتج أهم أنواع الأسمدة النيتروجينية، وبتعتبر من أكثر الأسمدة انتشاراً لاحتوائها على كميات عالية من الكالسيوم والنيتروجين، واللي بيساعدوا على نمو المحاصيل وإنتاج الثمار وجودة الأوراق وحماية النبات من الأمراض، واللي بتتميز بسهولة امتصاصها وكمان ملائمتها لنظم الري الحديثة اللي بتساعد على ترشيد استهلاك المياه. نطاق هائل من القلاع الإنتاجية وسط بيئة صناعية قدرت تحقق الاكتفاء من مصادر الطاقة والماء والكهرباء
دون أدنى أحمال على الشبكات الرئيسية. مرافق صناعية متعددة لمياه التشغيل، وحدة لإنتاج غاز النيتروجين، ووحدات للتبريد، وأخرى لتجميع ومعالجة مياه الصرف الصناعي. غرفة تحكم رئيسية لمراقبة سير العمليات الإنتاجية، بداية من دخول المواد الخام، مرورا بتصنيعها وتعبئتها ونقلها وتخزينها. بالإضافة لمعامل رئيسية تم إنشاءها طبقا لأرقى التكنولوجيا العالمية لاستقبال وتحضير وتحليل العينات وإجراء الاختبارات على كافة المنتجات وفقا للقياسات الفنية والبيئية، واللي بتساعد المجمع على تطبيق منظومة إدارة الجودة المتكاملة. وقدر المجمع الصناعي اللي بيقع بالقرب من ميناء العين السخنة في تصدير منتجاته عالية الجودة لأكثر من 56 دولة. وبكده انتهت جولتنا داخل المجمع الصناعي للأسمدة الأزوتية اللي اتبنى بسواعد مصرية ليكون أحد أكبر القلاع الإنتاجية.